مرحبا بكم في هذا التدريب الوطني السنوي للحكام واللي بدا يوم 14 وسينتهي يوم 20 واللي تخللته مجموعه من الانشطه، منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي او تطبيقي. بالنسبه للانشطه النظريه فهي اقتصرت على محاضرات نظريه تتهم مستجدات او تعديلات قوانين اللعبه، وتتهم ايضا مناقشه مختلف المواضيع الهامه اللي كتعرفها كرة القدم، بحال التسلل، لمسة اليد، الأحداث داخل منطقة الجزاء، الالتحامات، الأخطاء التكتيكية، بناء على تحليل حالات وتحليل لقطات وتقديم اعتبارات والأسباب التي ستؤدي إما إلى اتخاذ القرارات، وفي نفس الوقت كندمجوا معها نظريا العامل ديال الفار، كيف يمكن للحكم أن المساعد بالفيديو أن يتدخل في الحالة أو لا يتدخل، وما هي الاعتبارات التي يعتمدها إما لتدخل أو لاعتماد القرار الذي أخذ في الملعب من طرف الحكم. كاين جانب تطبيقي اللي كتحضروا أنتم الآن جزء منه، وهو الاعتماد على إجراء مباريات مصغرة بحضور تقنية الفار، وأيضا باش نحاولوا ما أمكن بالنسبة للحكام، خصوصا الحكام المستجدين في البطولة الاحترافية، أنهم يتعودوا على التحكيم بواسطة الفار، وتكون عندهم أوتوماتيزمات تقريبا باش يمكن يتخذوا القرارات في أسرع وقت ممكن، وتكون قرارات صحيحة وغير مؤثرة على النتائج ديال المبادرة. قضية الاحتجاج مسألة غادي باش نعطي رسالة، سيتم التصدي لها هذه المسألة هذه بأي وجه من الوجوه، لأن الاحتجاج من أجل مطالبة الحكم الذهاب إلى الفار، كما شفتوا معنا في عملية المحاكاة، فالفار لزاما عليه وواجب عليه أن يقوم بمراجعة والتحقق من جميع الحالات حتى التي لا تثير انتباه المتداخلين، هو خصو يكون عنده هذاك المبدأ ديال الشك في جميع الحالات. ولكن التدخل لكي يعلن أو يطلب من الحكم المراجعة هو فيه الإشكال، هنا ما تيخش أي التحام خصي يعيط له، فتيعيط على الحكم أو يطلب منه يجي المراجعة الحالة في الحالات التي تتطلب ذلك، ويعتمد فيها على اعتبارات. وكما شفنا قبيله أعطيناكم نماذج ديال بعض الحالات، إلا خديناها كحالات ثابتة وجامدة فالتصور ديالنا تختلف، أنه إلا خديناها كحالات متحركة ديال حالات اللعب العادية ربما يكون هناك اصطدام، ربما تكون هناك احتكاكات، لكن لا بد أن نفرق بين الاحتكاك العادي في كرة القدم، وأن نفرق بين الاحتكاك الذي لا مفر منه، يعني لا يمكن تفاديه، وأن نفرق بين الاحتكاك العرضي، وهذه الأشياء كلها كتغيب على الناس اللي تتبعوا، وإنما تيكون عندهم تصور موحد لجميع الالتحامات يجب أن تعاقب وتأخذ فيها نفس القرارات ونفس العقوبات بشكل موحد، وهذا شيء لا تطلبه كرة القدم الحديثة بصفة عامة ومن بينها كرة القدم الوطنية. شكرا لكم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.